سفرة عائلية سريعة حق دول البلطيق، بلشناها من تلن عاصمة استونيا. أول شيء سويناه رحنا تعشينا بهالمطعم، صراحة كان حيل خيالي، يعيشك أجواء القرون الوسطى بس الأكل كان عادي. وعندهم وايد متاحف بس هذا أشهر واحد فيهم، صراحة يسوى زيارة. وكلهم فيهم أولد تاون بالسنتر، فاللي عليك تسكن في فندق بالسنتر وتمشى. حطيت لكم تحت الفنادق اللي سكنت فيها، وهذه خوش قمة بتالن. من الكافيهات المشهورة عندهم، صراحة وايد حلوة القاعدة فيه وحتى الأكل ممتاز. وبعدها 4 ساعات إلى ريغا عاصمة لاتفيا، وحلو تمشي بالسنتر وزرنا أهم المعالم فيها. طبعا إذا معاك الوالد والوالدة لازم توديهم رحلة بحرية، صراحة كانت تسوى. من الكافيهات المشهورة عندهم ولازم تجربون الألموند كرواسون. وهذه بعض المطاعم اللي جربناها هناك، مطعم إيطالي ومطعم تركي، وكان مستواهم جيد. وآخر محطة لنا كانت ليتوانيا، وزرنا أهم معلم فيها اللي هي قلعة تراكاي، وهذه غرفتنا وكانت تطلع السنتر. وهذا مطعم تقليد ماكدونالدز عندهم اسمه هز برجر، ومنتشر بكل مكان بس ماكدونالدز أحلى. وهذه أسامي المجمعات اللي زرناهم. وآخر شيء بعض المطاعم اللي جربناهم، صراحة جواكامولي كان حلو.